طيب المحاضرة النهاردة مهمة جدا، خلاص. المحاضرة النهاردة بتاعت اللي احنا هنبدأ نتكلم فيها اللي هي السينكرونايز والاسينكرونايز، اللي هي كانت قبل كده اتكلمنا عنها فكرة البلوكينج والنون بلوكينج. كنا بنتكلم على ان النود من اهم المميزات اللي موجودة فيه اللي هو النون بلوكينج للانبوت والاوتبوت اللي موجود عندي، خلاص. وكان المثال اللي احنا كنا بنفكر بيه الناس المثال بتاع الشيف، انت قاعد على ترابيزة، انا كويتر المفروض ان انا بجمع الطلبات، اقدر اجمع اكتر من ريكوست في نفس الوقت واديهم للشيف، والطلب اللي هيخلص هبدأ اوديه للتيبل اللي موجود عندي. على عكس بعض اللغات زي الـ ASP بتشتغل على البلوكينج، يعني شغالة على مالتي ثريد، كل ريكوست عندي لازم تتم، لازم يكون عندها او يتخلق لها ثريد علشان نقدر ننفذ اكتر من بروسس في نفس الوقت، خلاص. وطبعا اتكلمنا عن الفكره دي قبل كده، الناس تقدر ترجع للفيديوز اللي كنا عملناها، ان كان الموضوع ده بصرف النظر عن اي حاجه كان هدك على الريسورسز اللي موجوده عندك، لان وجود اكتر من ثريد يعني انت عندك اكتر من بروسيس عاوزة تتنفذ، وبالتالي البروسيس عاوزة ميموري او ريسورسز، وبالتالي لازم تكون عندك هاردوير كتير علشان لو عندك مليونز اوف ريكوست تقدر تستوعب الكلام ده، خلاص. على عكس النود، طبعا النود ممكن اقدر احط يكون عندي اكتر من سيرفر وكل حاجة، ولكن هيكون بشكل اقل لان الاوبتمايزيشن فيه اعلى بكتير من فكرة المالتي ثريد او فكرة البلوكينج اللي احنا بنشتغل عليها. وكانت فكرة السينكرونايز اللي هي فكرة البلوكينج بحاجة ببساطة console.log، لو قلت لك ده بفور وقلت لك ده كوماند الاولاني، ده كده زي سيميوليشن نفكر بيه الناس بسيط، وقلت لك افتر عمرها ما هتتنفذ، هيحصل لها بلوكينج غير لما بفور يتنفذ. فلو جيت هنا تقول له نود اي تي شير دوت جي اس، تعالى طلع لي ايه؟ كناش شايفنا، طلع لي بفور ثم افتر. فدي لو دي هتتنفذ في وقت اقل، ودي هتاخد مثلا كام ثانيه، دي 3 ثواني ودي هتاخد ثانيتين، ده هيحصل لها بلوكينج لحد ما الاولانيه تتنفذ، خلاص. طيب كنا قلنا بقى احنا ممكن لو عايزين نعمل زي سيميوليشن دي كده لفكره السينكرونايز، خلاص، لفكره مثلا الميثود الخاصة مثلا بالاسينك اللي كانت موجودة. تخيل ان انا كنت عامل مثلا set time out 2 ملي سكند مثلا اهو، واقول له ان انا ده الوقت اللي انا بعمله على console.log، ان انا كده مثلا بعمل reading مثلا من الداتابيز، خلاص. طبعا التو ثانية دول، التو سكند اللي موجودين دول كأنهم دول وقت التنفيذ، ان انا عملت ريكوست والداتابيز بقى بتجيب لي الداتا، خلاص. طيب ده هيحصل لي، هيتعطل عندي ثانيتين، بس انا عندي ميثود بعدها خلاص عاوزه تتنفذ. تعالى يا ترى نشوف ايه اللي هيحصل. شايف هيبدا مش هيعمل بلوكينج لمين؟ لافتر، هيخلي افتر يشتغل طالما هي جاهزه، خلاص الطلب ده جاهز شغله، خلاص. ثم بعد كده الطلب ده اللي هيتنفذ بعد ثانيتين ما عملش بلوك ليه الميثود اللي بعدها، لكن شغل افتر عادي، فبقى عندي بفور وافتر. طبعا كان الطبيعي ان انا اقول له بفور وريدنج فروم داتابيز واقول له افتر، خلاص. فبفور كده كده كانت اول واحده، ثم بعد كده قابل الميثود اللي اسمها سيت تايم اوت، لقاها بتاخد وقت، لقى الطلب اللي بعده الشيف ده لقى خلاص جهز الطلب اللي اسمه افتر، فبدا يعرض ايه بفور وافتر وريدنج من الداتابيز، خلاص. طيب طبعا يا جماعه الكلام ده جميل وكل حاجه، ولكن تعالى ممكن نشوف ازاي فعلا فكره الاسينك بتتم. علشان تقدر تبص، فاحنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الكول باك فانكشن، هنتكلم عن حاجه اسمها البروميس، هنتكلم على حاجه ثالثه اسمها الاسينك الاسينك والاويت، دول
تلاتة النهاردة اللي هيمثلوا فكرة الاسينكرونايز كود اللي انا بشتغل عليه. خلاص. طبعا لو انت عاوز سيميوليشن افضل كمان للفكرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، نفس الفكرة اللي احنا كنا عاملينها، تخيل ان انا هاخد الكلام ده خلاص واعمل مثلا ميثود اسمها function اسمها get user، مثلا عندي get user وخليه مثلا بياخد الاي دي بدلالة الاي دي عشان اجيب بيانات اليوزر، هتبدأ تاخد ايه شوية وقت كده خلاص، وهخليها ترترن مثلا اوبجكت عندي هقول له الاي دي بتاعه كان مثلا 1. طبعا ده الكلام ده المفروض يكون من داتابيز، وهقول له ان اليوزر نيم بتاعي كان مثلا احمد ربيع. خلاص. طيب تعال نشوف لو انا جيت انادي الجيت يوزر، ممكن هنا اقول له ده الجيت يوزر، هبعت له مثلا الاي دي 1، بس طبعا ولا ليه اي لازمه لان انا كده كده ايه هريترن مره واحده، فبعتبر ان انا ايه رجعت اوبجكت. طبعا بعتبر ان انا عندي كوليكشن من الداتابيز، واللي هيرجع لي اللي هو الاوبجكت اللي هو الاي دي بتاعه بواحد، فانا مثبت كان انا مثبته. خلاص. طيب الكلام ده هستقبله فين؟ هستقبله في متغير هسميه يوزر. خلاص. طبعا احنا ممكن نحطه بقى ما بين البفور والافتر عشان نشوف. خلاص. ثم هقول له مثلا console.log ده مين؟ اليوزر اللي موجود عندي. وتعالى طلع لي ايه؟ undefined. طيب هنا بقى سؤال منطقي جدا، ان احنا لما هنرن للكود بتاعنا عندنا مشكلة كبيرة جدا اللي هي ايه؟ ان الميثود بتاعتي علشان انت عندك console.log عاوز يشتغل على يوزر، فهيلاقي ان الميثود دي يجي ينفذها بتاخد وقت. خلاص؟ فيعمل ايه؟ يدخل على اللاين اللي بعده، فاللاين اللي بعده اللي هو console.log يوزر دي لسه ما جابتليش الداتا لانها هتاخد حوالي 2 سكند عشان تتنفذ، فطلع لي undefined. خلاص. طيب احل المشكله دي ازاي؟ ان انا عندي بروسيس اللي هي console.log خلاص هتعتمد على النتيجه بتاعه الميثود الاولانيه. خلاص. بس الميثود الاولانيه دلوقتي لسه مش جاهزه ان هي تطلع الريزلت بتاعتي. خلاص. هنحل الكلام ده بالثلاث حاجات اللي احنا قلناهم، اللي هو ايه؟ ان الكول باك فانكشن او البروميس، وهناخد حاجه اسمها الاسينك والاويت عشان نحسن بيها الكود اللي احنا بنكتبه بالبروميس اللي موجود عندنا. خلاص. طيب اصبحت هنا دلوقتي ان انا عاوز اكول باك فانكشناليتي معينه لما الفانكشن الاولانيه تكون جاهزه وقادره ان هي تشتغل. خلاص. عشان كده هنتكلم دلوقتي عن فكره الكول باك اللي احنا عاوزين نعمله. طيب عشان نقدر نعمل حته الكول باك دي احنا محتاجين نبدا نغير في الكود اللي موجود عندنا. خلاص. واول حاجه هباصي بارامتر هنا اقول اسميه مثلا كول باك. خلاص. البارامتر اللي هو كول باك ده بدل الريترن، طبعا خد بالك من حاجه، انت لو كنت عاوز الكود اللي عندك ده يشتغل محتاج ان انت هنا في النهايه تقول له ريترن، بس الريترن دي لو قلت له مثلا ريترن 1، تعالى كده شوف، طلع لي 1، بس خد بالك دي انا مثبتها ستاتيك، فانت اصلا عاوز الريترن منين؟ من هنا، مش طبعا الجمله دي ولا ليها اي 30 لازمه. خلاص. لان البروسيس دي نفسها هي اللي بتاخد الوقت، وبعد كده بعد ما بتطلع بتقعد ثانيتين وقت الريكوست من الداتابيز هتبدا تطلع لك الاوبجكت بتاعك. خلاص. طيب انت بقى عشان تحسن الكلام ده هتقول له ابعت البارامتر اول خطوه كده ان انا هست الكول باك اللي موجود عندي. طيب بدل الريترن خلاص هنادي الكول باك دي، يعني ده كده يتحط جوه الكول باك.
خلاص. طيب الخطوة اللي بعد كده شوف بقى ايه اللي هيحصل. تعالى ناخد كات للكوماند ده. جيت يوزر بقت بتاخد كول باك فانكشن، بس خد بالك الامبلمنتيشن بتاعها هي مش عارفه هتعمل ايه دلوقتي. فانا هقول له فانكشن خلاص، وهتاخد مني اليوزر خلاص. طيب اليوزر ده اهو، هقول له كونسول دوت لوج اليوزر. اليوزر ده اللي هو ايه؟ الريزلت. طبعا انا مش محتاج ان انا اروح استقبله عندي خلاص، انا باي ديفولت جيت يوزر بياخد ده الاي دي واحد، وانا لما الجيت يوزر دي تبدا تجيب لي الداتا وترجع لي الريزلت اللي موجوده، طبعا ده ممكن مش محتاجينه خلاص. طبعا لما تبدا تجيب لي الداتا هيبدا يرجع لي، ترجع لي الريزلت بتاعتي في المتغير اللي اسمه الكول باك دي، هيرجع الاوبجكت اهو اللي رجع يتحط في اليوزر واطبع اليوزر اللي موجود عندي. فبص شايف بيفور وافتر قاعد مستني رجع لي كده ايه اليوزر، على عكس الكيس الاولانيه اللي كانت موجوده ما كنتش قادر ان انا اعمل كونسول دوت لوج لليوزر بره، لان هي لسه لما يجي ينفذ الكلام ده هو الراجل ده هيلاقي بياخد سنتين ثلاثه يقوم ايه رايح على الطلب اللي بعده، فالطلب اللي بعده اصلا معتمد على ان ده اصلا يرجع لنا الاوبجكت، فده ما رجع لناش الاوبجكت، فده بقى ايه انكابسوليتد كده موجود جواه. تقول له الجيت يوزر الخطوه الاولانيه خلاص، اول حاجه احنا بعتنا خلينا جيت يوزر تاخد كول باك خلاص، دي بسميها كان ببعتها ببعت اسم الفانكشن دي كبارامتر، ثم نادي الكول باك ده. طبعا الكول باك ده الامبلمنتيشن بتاعه انت عاوزه يعمل ايه بعد ما يرجع لك الاوبجكت، فقلت له فانكشن، وممكن اعملها هنا اورو فانكشن كده تبقى ظريفه اسهل خلاص، وهقول له كونسول دوت لوج اليوزر اللي رجع لي، وبالتالي لما بدات اعرض هنا بدا يرجع لي الاوبجكت بتاعي براحتي زي ما انا عاوز خلاص.